واحد انا في شيء اعرف انك كنت مشغوله ولا كان انت اول الحاضرين، اقسم بالله حسيت بسعاده غامره وحسيت تحقق حلم كنا نتمناه من زمان. حضرت انا حفل ممدوح سيف كل التفاصيل جميله، حفل موسيقي راقي. خالص راقي، حضور الناس، تفاعل الناس، روح الإيجابية عند ممدوح اللي كانت معبية الدنيا والمسرح. ممدوح ما في زيه عن جد، إحساسه عالي. ومقطوعات كثيرة، معزوفات كثيرة، وعزفوا على آلات أيضا كثيرة. صراحة شيء مشرف، ولحظتها تمنيت أني أعزم كل الناس اللي أعرفهم رجالا ونساء اللي كانوا مكشخين علينا في عواصم كثيرة من الدنيا نتباهى في عيالنا. كان ودي اعزمهم كلهم عشان يشوفون عيالنا. صحيح، صحيح. يشوفون هذا الابداع. كانت لحظه نادره وساحره جدا. تعرفوا على يعني ولا مقاطعه لحديثك، تاكيدا لكلامك، الجميل في الجمهور السعودي تحديدا، يعني اوكي كل الجماهير في العالم العربي حلوه وفيه الخير والبركه، بس جمهورنا بعد اللي صار الانفتاح الجميل اللي عندنا اثبت للعالم انه احنا جمهور ذويق، نفهم، نعرف متى نصفق، نعرف متى نتفاعل مع الفنان، نعرف نسمع كويس، هذا مرة شيء حلو. نعم، لازم شو اسمه يعني جزء من تجربتك ما نبغى نرويها كلها، يعرفون هذا الجيل. يعني في لحظة وعد حسيتي إنك ما راح تكملين فن؟ أي كثير. إيش أصعب لحظة مرت في حياتك؟ أوف كثير. كثير علي. كثير. كثير مرة. طيب الحمد لله أنت معنا اليوم. لا إحنا اليوم نبغاك تضحكين بس، ما نبغى دموع. أنا يسموني مبكي الفنانات، أبي أضحكك. نسمع العود. طيب.